سولو دورك احد اكتر البرامج المستخدمه في السوق المصري وفي السوق العربي في مجال تصميم المنتجات البلاستيكيه والمعدنيه وفي مجال تشغيل المعادن المعروف بالشيت ميتال. معاكم احمد صلاح. هنساعدك في الكورس انك تتعلم اوامر برنامج سولو دورك، وهنساعدك كمان انك تتعلم ازاي تطبق الاوامر دي على المنتجات البلاستيكيه سواء كانت اكسسوار او ادوات منزليه او غيره من المنتجات اللي موجوده معانا في السوق، وده هيساعدك في انك تدخل سوق العمل بخطوات ثابته سواء كنت صاحب مشروع او عضو في سوق العمل. في الجزء الثاني من الكورس هنتكلم عن مجال تشغيل المعادن او المعروف بمجال الشيت ميتال، وهنتكلم في الجزئيه دي ازاي تقدر تخرج رسومات تنفيذيه للمصنع، زائد ان انت تقدر تتعرف على انواع الماكينات الموجوده في السوق المصري والسوق العالمي، زائد ان احنا هنعمل تطبيقات في الجزئيه دي على المنتجات زي حامل التلفزيون زي الاستاندات او غيره من المنتجات المنتشره في السوق المصري. وهنتكلم كمان عن المنتجات الميكانيكيه وازاي نقدر نرسمها، وهنتكلم كمان ازاي نقدر نصنعها، وزائد ان احنا هنتكلم في اننا ازاي نقدر نجمع المنتجات متعدده الاجزاء مع بعض في مديول الاسمبلي. اي كلامي بان الكورس مش هيبقى كورس تقليدي، هيبقى كورس هنركز مع بعض على الاوامر بحيث ان احنا نتقنها اتقان تام، زائد ان احنا هنطبق تطبيقات موجوده في السوق بالفعل بحيث انك تقدر تاخد ثقه في نفسك وتاخد ثقه في البرنامج، وده هيساعدك بانك تدخل بخطوات ثابته لسوق العمل المصري. هكون معكم باذن الله مهندس احمد صلاح من HEC Academy محاضر السولو دورك.